أطلقت الإدارة العامة للمرور مؤخراً خدمة موعد حجز اختبار القيادة إلكترونياً، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، علماً بأنه تم إيقاف حجز المواعيد في جميع أقسام الاختبارات بكافة المحافظات. يتم الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمات الإلكترونية على يمين الشاشة. يقوم المستخدم باختيار خدمة حجز مواعيد اختبار رخص القيادة والضغط على حجز موعد لاختبار القيادة من القائمة. يوافق المستخدم على الشروط بالضغط على الخانة المخصصة لذلك، ثم يقوم بإدخال الرقم المدني أو رقم المرجع للاستعلام وتحديد موعد لإجراء الاختبار. تتم طباعة الوصل الذي يحتوي على الموعد لإبرازه عند الدخول لقسم الاختبار في اليوم المحدد.